أهلا بكم إلى الساعة الأخيرة، معكم ريما شلون. تركيا تقول إن جريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي معقدة وسيحاسب المسؤولون عنها، وترامب يصف طلب السعودية شهرا لاستكمال التحقيق في مقتل خاشقجي بأنها فترة طويلة. روسيا تقول إنها سترد بالمثل إذا طورت أمريكا صواريخ متوسطة المدى، والاتحاد الأوروبي وبكين يدعوان موسكو وواشنطن إلى الحفاظ على المعاهدة النووية. ونختم مع عقد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. تيريزا ماي تؤكد معارضتها للحل الأوروبي لمشكلة الحدود الإيرلندية، وتقول إن الاتفاق جاهز بنسبة 95%. كونوا معنا. والآن ننتقل بكم إلى اسطنبول ونافذة خاصة حول قضية اختفاء أو اغتيال جمال خاشقجي مع الزميل سليمان بوسوفة. إليك سليمان. شكرا ريما. مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى هذه النافذة الإخبارية المتجددة من اسطنبول. قال المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي إن جريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي بقنصلية بلاده معقدة وسيحاسب المسؤولون عنها، مؤكدا أن مزاعم حدوث مفاوضات بين تركيا والسعودية بشأن خاشقجي غير أخلاقية. نحن نواجه وضعا تم التخطيط له بوحشية، وفي وقت لاحق كان هناك محاولة لإخفائه. عندما ننظر إليه من هذه الزاوية نرى أنه عملية قتل معقدة جدا. بالنسبة لنا يشرفنا كشف الحقيقة. الحقيقة ستظهر. رئيسنا قال إنه يتابع الأحداث شخصيا. لا أحد في العالم يلوم تركيا، بل على العكس يقدر الدور التركي. نتحول الآن إلى زميلنا أحمد غنام من أمام القنصلية السعودية هنا في اسطنبول. زميل أحمد، تسريبات جديدة من مصادر أمنية تركية، تسريبات صحفية، هناك تصريحات رسمية اليوم، يعني كثرت فيه التصريحات وحديث عن حرق أوراق في القنصلية السعودية، هناك سيارة مصفوفة ولم تأذن القنصلية السعودية للسلطات التركية بتفتيشها. ماذا لديك أيضا؟ بالفعل سليمان، الأحداث اليوم كثيرة خاصة التسريبات. سنتوقف حول آخر تطور وهو العثور على سيارة تتبع للقنصلية السعودية وكانت تستخدم في موكب القنصل السعودي محمد العتيبي، ما كانت مركونة في موقف خاص في منطقة غازي عثمان باشا في إسطنبول، وهي منطقة قريبة من إحدى الغابات في إسطنبول. أيضا تم العثور ضمن كاميرات المراقبة على دخول سيارة أخرى تتبع أيضا لموكب القنصل السعودي محمد العتيبي، دخلت بعد السيارة الأولى لكن لم يتم ركنها داخل الموقف، إنما خرجت فيما بعد مدة قصيرة. حتى هذه اللحظة لم يسمح بعد السلطات التركية بفتح هذه السيارة وتفتيشها، لكن هناك بعض الادعاءات الإعلامية تقول ربما يكون هذا الأمر ربما من أجل التمويه وتضليل التحقيق التركي. حتى هذه اللحظة غير معروف، لكن يوم أن دخلت هذه السيارة إلى الموقف الخاص كانت يوم 2 أكتوبر، أي يوم مقتل جمال خاشقجي ودخوله
إلى القنصلية السعودية. أيضا كان هناك تسريب آخر في صحيفة يني شفق التركية صباح اليوم، أكدت فيه بأن هناك شخصية رفيعة المستوى أرسلها الملك سلمان إلى أنقرة والتقى بالاستخبارات التركية واستمع إلى الشريط المسجل لدى الاستخبارات التركية التي تثبت أن جمال خاشقجي قتل داخل القنصلية. وبعدها فيما بعد تمت الرواية السعودية والاعتراف بمقتل جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية. أيضا هناك تسريب آخر كان اليوم حول صورة الشخص الذي تقمص دور جمال خاشقجي وخرج من الباب الخلفي من القنصلية، فيما بعد تجول في إسطنبول وعاد إلى الفندق حيث يقيم ورمى هناك ملابس جمال التي ارتداها حينما خرج. وهناك بعض الادعاءات الإعلامية أن الشرطة التركية طابقت عينات الحمض النووي الموجودة في تلك الثياب وكذلك في العينات التي حصلت عليها من مبنى القنصلية السعودية ومبنى إقامة القنصلية السعودية وكانت متطابقة وربما تعود إلى جمال. أيضا هناك تسريب كان من صحيفة شفاق التركية حول أن ماهر المطرب الذي كان يتزعم فريق الاغتيال كان قد اتصل مع مكتب سكرتير مكتب ولي العهد محمد بن سلمان 4 مرات بتوقيت يعتقد أنه بعد مقتل جمال خاشقجي يوم 2 أكتوبر. أيضا تم استجواب 5 أشخاص من موظفي القنصلية السعودية اليوم في النيابة العامة وأدلوا بشهادتهم حول ذلك اليوم وما حدث. أيضا كان هناك على الصعيد السياسي تصريحات للمتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كولن أكد بأن السلطات التركية ستسعى إلى كشف جميع أبعاد هذه القضية وما وصلت إليه من أدلة وما وصلت إليه من تسريبات وأن الرئيس التركي غدا سيلقي كلمة بتفاصيل هذه القضية ومن المرتقب غدا الساعة 11 صباحا ونحن حسب التوقيت المحلي أن تكون كلمة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. أحمد غنام من أمام القنصلية السعودية هنا في إسطنبول، شكرا على هذه التفاصيل. إذا نشرت شبكة CNN الأمريكية مقاطع مصورة تظهر أحد المشتبه بهم في قضية مقتل خاشقجي وهو يرتدي ملابس الأخير ويخرج من الباب الخلفي للقنصلية. كشفت الشبكة أن الرجل الظاهر في المقاطع المصورة هو المشتبه به مصطفى المدني وهو يدخل القنصلية من بابها الأمامي قبل نحو 4 ساعات من خروجه منها من الباب الخلفي وهو يرتدي ملابس خاشقجي. ارتدى ملابس خاشقجي ونظارته وغادر من الباب الخلفي للقنصلية. مشى بهدوء تماما كما يمشي جمال. مصطفى المدني هو أحد أعضاء فريق الموت الذي تنشر قناة CNN الأمريكية له هذه اللقطات أثناء تقمصه شخصية جمال بهدف التستر على مقتله. الشبه بينهما في الشكل والبنية الجسدية كان وراء اختياره لهذه المهمة. أما هذه المقاطع المصورة التي التقطتها كاميرات المراقبة فهي الآن جزء من الشواهد التي يبحثها التحقيق التركي وربما دليل يشير إلى جريمة قتل مع سبق الإصرار وليس موتا أثناء شجار كما تقول الرياض. داخل مرآب للسيارات في إسطنبول دليل آخر، الشرطة التركية تعثر على سيارة تابعة للقنصلية السعودية ربما استخدمت في نقل جثة خاشقجي. يأتي هذا بينما يستقصي مكتب التحقيق بجرائم الإرهاب والجرائم المنظمة إفادات الموظفين العاملين في القنصلية السعودية. وفي أروقة السياسة تزداد عزلة الرياض التي لم يقنع سردها للأحداث أقرب حلفائها، فها هو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتراجع عن تصريحاته السابقة ويشير إلى أكاذيب في روايات الرياض حول مقتل خاشقجي. وإن كان ترامب ما زال متمسكا بصفقات السلاح مع الرياض إلا أن الأمر لا ينطبق على كندا التي ألمح رئيس وزرائها جاستن ترودو إلى إلغاء صفقة أسلحة للسعودية. ألمانيا بدورها لم تكتفي بوقف صادرات الأسلحة فحسب بل حثت دول الاتحاد الأوروبي أن يحذو حذوها. أما أندونيسيا التي يزورها وزير الخارجية السعودي عادل الجوبير فقد طالبت بتحقيق شفاف وشامل. جريمة قتل خاشقجي معقدة للغاية والفاعلون بذلوا مجهودا كبيرا لتمص آثار جريمتهم يقول المتحدث باسم حزب العدالة الحاكم في تركيا. كلام يأتي قبل كلمة للرئيس أردوغان وعد فيها بكشف الحقيقة كاملة، حقيقة قد تزيد من مأزق السعودية وتنقل الأحداث إلى تداعيات ما بعدها.
ولمناقشة المزيد من التفاصيل حول مقتل الزميل جمال خاشقجي، أرحب هنا في الاستوديو بالمحلل السياسي السيد جواد غوك، أهلا وسهلا بك، وبضيفي من واشنطن الدكتور عاطف عبد الجواد المحلل السياسي. لكن أبدأ معك السيد جواد، الآن شاهدنا تقريبا كل تفاصيل العملية في التلفزيونات المحلية والدولية والتسريبات. ماذا بقي للرئيس رجب طيب أردوغان أن يقوله غدا؟ أن يقول أين هي الجثة مثلا؟ تحيات للجميع. حقيقة الأمر أن الاستخبارات التركية كانت عندها متابعة دقيقة جدا بهذا الموضوع، أجمعوا الأدلة وقدموها إلى مدعي العام الجمهوري هنا، وهو أكيد يعني يقدم كل نتيجة نهائية إلى الرئيس أردوغان. من البداية كان يقول رئيس أردوغان أنه أنا أتابع الموضوع شخصيا وبشفافية نعلن النتيجة إلى العالم، لأن أنظار العالم إلى إسطنبول. ولهذا السبب أردوغان يوم غد سوف يفتح الملف بشكل فني بداية، أنه كيف جرت القضية وهذه الجريمة، لكنه هذه النتيجة الجريمة أيضا يشير إلى نتيجة سياسية أيضا، يعني السهام سوف تشير إلى المملكة العربية السعودية، بالنتيجة يجعل المسؤولية على ليتحمله المسؤولون السعوديون. الحكومة التركية بشكل عام لم يكونوا راضين عن أداء السعوديين، حتى أخيرا بعد أن أعطوا لهم فرصة لأن يعترفون، لأن الأمن التركي جمع كل الأدلة، فبقي أن يعترفون، واعترفوا بعد أيام يعني كثيرة جدا. الحكومة التركية انتظرت، لكن بشكل عام لم يكونوا راضين عن أداء السعوديين، إلى أنه غدا، نحن نعرف أردوغان شخصيا أنه ولربما يعني يأتي بالتصريح حول جثة جمال خاشقجي، أنه أين دفن أو أين، ولربما يأتي بصور من جثته إلى العالم. نعم، قلت أن السهام سوف تتجه للسعودية، العالم يعرف كله أن السعودية وراء مقتل خاشقجي، لكن إلى أين في السعودية؟ هذا هو السؤال، سوف أعود إليك، لكن أذهب إلى واشنطن مع الدكتور عاطف عبد الجواد المحلل السياسي من هناك. دكتور عاطف أهلا بك، وهناك تصريحات أخيرة ومتتالية يعني من مسؤولين الأمريكيين، أخيرها كان تصريح الرئيس الأمريكي ترامب، وقال أنه ينتظر نتائج تحقيقات المحققين الأمريكيين الذين سيصلون الليلة أو غدا إلى واشنطن. هل ننتظر شيئا جديدا غير ما تم تسريبه هنا في إسطنبول؟ هناك ثلاثة تحريات تجري في زمن واحد. هناك التحريات التركية، هذه أهم التحريات طبعا. هناك التحريات السعودية لا يؤخذ بمصداقيتها حسب ما يظنه الأمريكيون هنا. وهناك تحريات أمريكية أيضا لابد أن تجري السلطات الأمريكية تحريات خاصة بها وتنتهي في غضون 120 يوما من أجل تفعيل قانون ماجنيتسكي الذي يفرض عقوبات على الدول أو الشخصيات التي تنتهك حقوق الإنسان. ولكن يجب أن أشير هنا إلى تحول كبير في موقف الرئيس ترامب. ففي مقابلة صحفية مع واشنطن بوست، مع صحيفة واشنطن بوست، قال الرئيس ترامب إنه يعتقد أن الروايات السعودية تنطوي على خداع، ديسبشن، وعلى أكاذيب، لايز. هذه الكلمات ليست كلماتي أنا، وإنما هي كلمات صادرة عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ديسبشن ولايز، خداع وأكاذيب. بسبب الأدلة المتراكمة يوما بعد يوم والملابسات المريبة يوما بعد يوم، في هذا الوقت الأمريكيون يركزون على ثلاثة عناصر من هذه الأدلة التي تجارة كبيرة بين واشنطن ورياض، هذا ما قاله.
نعم، هو قال يجب فرض، يجب معاقبة السعوديين، ولكنه ما زال يفضل ألا تشمل هذه العقوبات صفقات الأسلحة الأمريكية، لأنه يقول إنها سوف تضر أيضا بالشركات الأمريكية وبفرص العمل التي توفرها هذه الصفقات لكثير من الأمريكيين. ولكن بدون شك هنا الرئيس ترامب يحاول أن يوجه رسالته إلى الكونغرس، لأن الكونغرس الأمريكي يأخذ موقفا أكثر تشددا من الرئيس، من البيت الأبيض. وهذه المفاوضات بين الكونغرس وبين البيت الأبيض لا نعلم تماما إلى أين ستنتهي، ولكنها سوف تنتهي بصورة أو بأخرى إلى فرض عقوبات. ما طبيعة وما مدى وما حجم هذه العقوبات، علينا أن ننتظر لنرى كيف ستوصل الكونغرس والبيت الأبيض إلى خلاصة في هذا الشأن. ولكن بدون شك الأدلة والملابسات المريبة في إسطنبول. نعم دكتور عاطف، أعود إلى ضيفي ثم سوف أعود إليك. السيد جواد تحدث عن الشق السياسي، يعني أردوغان لو كشف أركان الجريمة كلها وحمل طبعا السعودية كدولة وكنظام، يبقى هناك شق سياسي. هل تتصور أن يكون في اختراق خصوصا مع الضغوطات الأمريكية الآن والأوروبية وانزعاج الرأي العام العالمي من طريقة القتل، من طريقة العملية كلها؟ طبعا من البداية لم يكونوا يستبعدون أن القتل وقع في داخل القنصلية، لكن من جهة السياسية لنتكلم بصراحة، يعني كان للملك سلمان تعادل في السياسة ولو مع مشاكل كثيرة، لكن بالضبط ما يقولون المسؤولون هنا عندما نسألهم من مستقبل العلاقات وغيره يقولون لا نقدر أن نتعايش، بالضبط يعني ما قال، لا نقدر أن نتعايش مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مثلا 50 سنة لمستقبل العلاقات. يعني هذه الشخصية خلقت مشكلة في تركيا بصراحة لنتكلم، والمسؤولون يقولون على المملكة السعودية أن يختاروا شخصا أكثر اعتدالا خاصة مع تركيا، يعني من جهة الحكومة. يعني تتحدث عن ما يقوله الرسميون هنا؟ نعم. في وسائل الإعلام هنا يقولون، يعني بالنتيجة يقولون يعني على المملكة العربية السعودية مثلا، يقولون لماذا وقع هذا البلد العظيم، مكانتها معلومة عند العالم الإسلامي والعالم أجمع، لماذا وقعت في مثل هذه الحالة؟ يعني محزونون جدا لأنه بلد إسلامي ومهم، لكن من جهة أخرى هل هناك شخصيات مناسبة لإدارة الأمور في السعودية؟ نعم قادرين أكيد، لكن ينتظرون أن تأتي اعترافات بصراحة. مثلا بالنسبة إلى جثة جمال خاشقجي، لحد الآن لم يتعاونوا مع تركيا بصراحة، قبل أن يصل فريق التحقيق إلى القنصل، القنصل غادر تركيا يعني أمام أعيننا. يعني هذا التعامل لا يناسب في التعامل الدولي والعلاقات الدبلوماسية، ولهذا السبب الحكومة تنتظر أكثر صداقة من المملكة العربية السعودية. شكرا. نتابع مع رد الفعل الأمريكي، حيث قال جاريد كوشنر مستشار البيت الأبيض وصهر الرئيس الأمريكي إن الولايات المتحدة لا تزال في مرحلة تقصي الحقائق فيما يتعلق بمقتل خاشقجي. كوشنر قال إنه طالب ولي العهد السعودي بالشفافية والتعامل بجدية مع هذه القضية، وللمرة الأولى منذ فترة طويلة يتوحد الديمقراطيون والجمهوريون في الكونغرس الأمريكي، حيث يشكك أعضاء من الحزبين بالرواية السعودية بشأن ملابسات هذه القضية. للمرة الأولى منذ فترة طويلة يتوحد الديمقراطيون والجمهوريون في الكونغرس الأمريكي، يشكك أعضاء من الحزبين بالرواية السعودية بشأن ملابسات مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي. رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ اتهم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بالوقوف وراء مقتل خاشقجي.
It's just not a credible story for somebody to walk in with 15 other people and get into a fist fight and lose their. يجب أن يكون هناك تحقيق شامل ويجب فرض عقوبات على كل شخص ضالع في القضية. لا أعرف، ولكن في رأيي أنه اعتمادا على المعلومات الاستخباراتية وما قرأته، ولي العهد كان وراء القضية وهو من أصدر الأوامر، وأن خاشقجي قتل عن عمد. ومن الحزبين يطالب الأعضاء بإجراءات واضحة تطال صفقات الأسلحة. من الصعب أن أتخيل أن الأوامر نفذت من دون علم ولي العهد. أعتقد أن هذا يستوجب تغيير العلاقات بين أمريكا والسعودية، بحيث يجب وقف مبيعات الأسلحة. اضطررنا إلى تعليق بعض المساعدات الأمنية، ويجب أن نفرض عقوبات على أي شخص متورط بشكل مباشر في القتل. Directly involved in this murder. يجب أن يكون ردنا أقوى من مجرد فرض عقوبات على بعض الأشخاص وأن نتظاهر بأننا قمنا بعمل شيء. علينا أن نوقف مبيعات الأسلحة إلى السعودية وأن نجري حوارا جديا وطويلا حول ما إذا كانوا يريدون أن يكونوا حلفاء لنا أم أعداء. ذهب آخرون إلى أبعد من ذلك. يجب أن نطرد رسميا السفير السعودي من الولايات المتحدة لحين انتهاء التحقيقات من طرف ثالث في خطف وقتل خاشقجي. يعلم الله ما حصل بعد ذلك في اسطنبول. يجب أن نطالب حلفاءنا بعمل ذلك أيضا. تنظر الإدارة الأمريكية إلى القضية من زاوية أخرى، زاوية المصالح التي تؤكد واشنطن أنها ستتأثر بتضرر علاقاتها مع الرياض. أما مهندس هذه العلاقات جاريد كوشنر سهر الرئيس الأمريكي فيقول إن واشنطن في مرحلة تقصي الحقائق، مرحلة يطالب الكونغرس من جهته بأن تشمل تحقيقات وضع سقفا لها بموجب قانون ماغنيتسكي 3 أشهر. رواية مقتل الصحفي السعودي الرسمية تواجه بالكثير من التشكيك في واشنطن، ويرفض كثيرون أن تكون هي الرواية الوحيدة المعتمدة. لذا يؤكد مراقبون لن تتوقف الضغوط ليس فقط من الكونغرس، وإنما أيضا من وسائل الإعلام والمؤسسات الحقوقية المختلفة. ريما أبو حمدية، تلفزيون العربي، واشنطن. نبقى في واشنطن مع زميلتنا ريما أبو حمدية. ريما، نحن نعيش الساعات الأخيرة قبل إعلان الرئيس التركي عن نتائج التحقيق قبل وصول فريق المحققين إلى واشنطن. كيف هي الأجواء لديكم الآن؟ يعني يمكن أن نقول أن هناك ترقب في واشنطن لهذا الإعلان ولتصريحات الرئيس التركي بخصوص مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي. ولكن الموقف في واشنطن يمكن أيضا أن نقول إنه مرتبك بعض الشيء. الإدارة الأمريكية ما زالت، وإن كان هناك تصريحات تشكك بالرواية السعودية حتى من الرئيس الأمريكي، يرفض الرئيس الأمريكي مهلة الشهر لإكمال التحقيقات، ولكنه أيضا لا يريد التفريط بالعلاقة مع السعودية، تلك العلاقة المتعلقة ببيع الأسلحة. هذا أيضا يمكن أن نقول إننا سمعناه من صهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر مستشار البيت الأبيض، الذي هو الآخر تحدث عن علاقة حميمة، علاقة قوية مع الولايات بين الولايات المتحدة والسعودية، ويجب النظر في هذه العلاقة. وقال إنه تحدث مع ولي العهد السعودي من أجل أن يكون هناك تحقيق شفاف، أن يتعامل مع الموضوع، مع القضية بشفافية وجدية. اليوم مكالمتان إذن من الإدارة الأمريكية لولي العهد السعودي من الرئيس الأمريكي ومن صهره. ولكن يبدو الكونغرس الأمريكي بشكل أو بآخر يعني تهمه هذه العلاقات، ولكن يريد تحميل المسؤولية للمسؤولين عن مقتل جمال خاشقجي. لأول مرة كما قلت في التقرير، منذ فترة طويلة هناك توحد بين الديمقراطيين والجمهوريين، كلا الطرفين، كلا أعضاء من الحزبين تحدثوا عن هذه القضية بصوت موحد. يجب أن يكون هناك تحقيقات شاملة، يجب أن يكون هناك موقف من الإدارة الأمريكية وانتقادات وجهت لها الإدارة الأمريكية، بالإضافة بالطبع إلى تحميل المسؤولية للمسؤولين عن مقتل جمال خاشقجي ووقف بيع الأسلحة. شكرا ريما، أبقى في واشنطن وأعود إلى المحلل السياسي الدكتور عاطف عبد الجواد. نحن نتحدث هنا عن علاقة بين الرياض وواشنطن، بيع أسلحة، استثمارات كبيرة جدا، واليوم أعلن عن لقاء بين وزير الخزانة الأمريكي وولي العهد السعودي. وزير الخزانة الأمريكي يعني
يعني أموال، يعني علاقات اقتصادية كبيرة، هل يمكن التفريط في هذه العلاقة وإظهار الحقيقة أمام العالم فيما جرى في قضية خاشقجي؟ هناك طبعا علاقات اقتصادية وهناك علاقات استراتيجية هامة، وخصوصا وأن سياسة الرئيس ترامب في الشرق الأوسط بأسره ترتكز وتقوم على هذه العلاقة الاستراتيجية بين البلدين، من إحداث استقرار لأسعار النفط إلى الوضع في سوريا إلى الحرب في اليمن إلى التصدي للنفوذ الإيراني، كل هذه يرتكز فيها الرئيس ترامب على شراكة وعلاقة استراتيجية مع السعوديين. ولكن من حسن الطالع الآن كما قال محلل أمريكي قبل لحظات أن الولايات المتحدة لم تعد تعول وتعتمد وتتوقف في اقتصادها على النفط السعودي أو النفط الشرق أوسطي بصورة عامة كما كان يحدث في الستينيات والسبعينيات. اليوم الولايات المتحدة أصبحت أكبر منتج للنفط في العالم متفوقة بذلك على كل من المملكة العربية السعودية وروسيا. إذن هذا سوف يحرر الولايات المتحدة إلى حد كبير من هذا العبء الذي كانت تشعر به عندما كانت تعتمد وتتوقف حياتها على النفط السعودي من قبل. ولكن هناك الآن ضغوط من الكونغرس الأمريكي ومن الصحافة الأمريكية، وعلينا أيضا أن نشير إلى أن الكونغرس الأمريكي بطبيعته لديه ائتلاف قوي ضد دولة واحدة فقط، دولة واحدة فقط وزعيم واحد هو بوتين، الرئيس بوتين وروسيا. هذا كان قبل أيام. بعد هذه الواقعة في إسطنبول أصبح هناك ائتلافان قويان في الكونغرس الأمريكي، أي توحيد بين الديمقراطيين والجمهوريين والمستقلين في الكونغرس الأمريكي. هذه المرة هذا الائتلاف يتصدى لولي العهد السيد محمد بن سلمان وللمملكة العربية السعودية بصورة عامة. في نهاية المطاف سيكون هناك حل وسط بين كل هذه أضطره لمقاطعتك قدمنا داهمنا الوقت وأعود إلى ضيفي هنا في الاستوديو. شكرا لك. أعود إلى ضيفي هنا في الاستوديو السيد جواد غوك المحلل السياسي. باختصار الآن يبدو أن هناك تنصل من دول ومن شركات عالمية من السعودية، حتى منتدى دافوس رفض أن يستعمل اسمه في منتدى الاستثمار الصحراوي غدا في السعودية. هل تتصور أن تستمر هذه التداعيات لمقتل خاشقجي الذي لم يكن أحد يتصور أن تصل إلى هذه النتيجة؟ طبعا تأتي تصريحات سلبية جدا من بريطانيا، من فرنسا، من ألمانيا، يعني الدول المهمة جدا، وطبعا من أمريكا. هناك ما دام الكونغرس الأمريكي يضغط على دونالد ترامب بخصوص ما يجري بين الإدارة الأمريكية وبين المملكة، سوف تأتي تصريحات، لأنه العالم لم يكن يتعرض بمثل هذه الجريمة بهذا الشكل الفجيع. ولهذا السبب نعم تركيا أيضا بين القوسين، سوف يعني موقف تركيا سوف يكون مطابقا مع الموقف الاتحاد الأوروبي والأمريكي تجاه المملكة. طبعا تركيا لا تريد أن تخلق أزمة، لكنه نعم ننتظر أن تصريحات سلبية ولربما انسحاب من التعامل والتنسيق مع المملكة العربية السعودية ما دام لا يكون تغيير جذري هناك في المملكة. شكرا لك المحلل السياسي جواد غوك من اسطنبول. شكرا لكم مشاهدينا الكرام لمتابعتكم لنا في هذه النافذة الخاصة بمقتل الزميل جمال خاشقجي التي نقدمها يوميا من اسطنبول. نعود إلى ريما في لندن. شكرا سليمان. قال
قال الكرملين إن روسيا ستضطر للرد بالمثل إذا بدأت الولايات المتحدة تطوير صواريخ جديدة بعد الانسحاب من معاهدة القوى النووية المتوسطة المدى التي تعود لحقبة الحرب الباردة. بينما حث الاتحاد الأوروبي حث واشنطن وموسكو على الحفاظ على المعاهدة النووية متوسطة المدى باعتبارها حجر زاوية في أمن أوروبا. أما الصين فدعت الولايات المتحدة إلى التروي بخصوص قرار انسحابها من المعاهدة. يحمل جون بولتون مستشار الأمن القومي الأمريكي إلى موسكو ملفات عديدة، أبرزها اتفاق الحد من الأسلحة القصيرة والمتوسطة المدى، بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي عن نيته الانسحاب من الاتفاق على خلفية اتهامه لروسيا بخرق بنوده. موسكو من جهتها كانت قد رفضت هذه الاتهامات مرارا. روسيا لم تحرق اتفاق الصواريخ القصيرة ومتوسطة المدى. روسيا كانت وستبقى ملتزمة بهذا الاتفاق، ونعتبر أن نية الخروج من هذا الاتفاق يثير قلقنا، إذ أن خطوات كهذه إن تمت ستجعل العالم أكثر خطرا. الخارجية الروسية اكتفت بالتعليق على أن التصريحات ليست قرار انسحاب من المعاهدة. لم أرى قرار الرئيس الأمريكي بهذا الخصوص، وإنما سمعت تعبيرا عن نوايا، كما سمعت ردود فعل متناقضة في الولايات المتحدة بين مؤيد لهذه النوايا ومن يعتبرها خاطئة ويدعو إلى عدم تدمير ما تبقى من منظومة الحد من الأسلحة الاستراتيجية. ولن نقرأ في الفنجان، بل سننتظر ما يقوله لنا جون بولتون، وموقفنا لن يكون مبنيا على النية بل على القرارات الواضحة. الخروج من الاتفاق الذي لا يربط سوى روسيا والولايات المتحدة يعني أن القيود المفروضة على البلدين في مجال نشر الصواريخ ستزول، ولن يكون هناك ما يمنع من نشر كل طرف صواريخ ضد الطرف الآخر. ملف آخر بين روسيا والولايات المتحدة يزيد من برودة العلاقات بين الطرفين. خلافا عن الملفات السياسية الأخرى، انعكاسات موضوع هذا الملف على الوضع الجيوسياسي في العالم وتأثيره على الاستقرار العالمي أقوى من أي ملف آخر. محمد حسن، تلفزيون العربي، موسكو. ينضم إلينا من موسكو إلينا سوبونينا مديرة مركز آسيا والشرق الأوسط، ومن باريس الدكتور رامي خليفة العلي الباحث في الفلسفة السياسية في جامعة باريس. أهلا بكما سيدة إلينا. ذهب بولتون إلى موسكو لإبلاغ المسؤولين الروس عن نية بلاده الانسحاب من المعاهدة النووية. يجري الحديث بعد لقائه نظيره الروسي عن معاهدة جديدة تشمل الصين. ما الذي سمعه بولتون من المسؤولين الروس حتى تتغير هذه اللهجة وتتغير نية موسكو تجاه المعاهدة النووية؟ لا توجد تصريحات رسمية بهذا الشأن، ولكننا نستطيع أن نتكهن ماذا سمع السيد بولتون، وأكيد وزير خارجية روسيا السيد لافروف، وأيضا رئيس مجلس الأمن سيد باتروشيف قد عرب عن استيائهم بسبب هذا التهديد الأمريكي. فأمريكا لحتى الآن لم تتخذ قرار الانسحاب، هي تهدد بالانسحاب. فممتع أن نرى في أيام قريبة، ممكن غدا حتى، هل روسيا أقنعت أمريكا بضرورة الحفاظ على هذه المعاهدة؟ لأنه روسيا مستعدة أن تتفاوض مع أمريكا. نعم، هذه المعاهدة تم توقيعها في عام 1987 بأيام وجود الاتحاد السوفيتي، فلابد من إجراء بعض التعديلات فيها. روسيا مستعدة لهذا الشيء. نعم، سنتحدث عن استعداد روسيا للتفاوض وما محور هذه المفاوضات. أنتقل إلى السيد الدكتور رامي خليفة العلي. دكتور رامي، نسأل عن التوقيت، لماذا أعلنت
واشنطن نيتها الانسحاب من المعاهدة النووية قبيل الانتخابات النصفية. هل هو مسعى من قبل ترامب لإبعاد شبح العلاقة مع بوتين؟ أهلا بك ديما، تحية لك ولضيفتك ولمشاهديك الكرام. باعتقادي أن هنالك عدة أسباب يمكن سوقها في هذا الإطار. السبب الأول وربما ما أشرت إليه بأن الرئيس الأمريكي يريد أن يظهر بمظهر القوي الذي يواجه الكرملين بقوة ويتحداه ويفرض عليه شروطه إذا شئت ما بين هلالين، وبالتالي هذا سبب وجيه خلال الحملة الانتخابية الآن في التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي. ولكن هنالك أسباب أخرى أيضا، لعل أهمها أن هنالك دول غير موقعة على المعاهدة، وبالفعل هي تقوم بتطوير صواريخ يمكن أن تحمل رؤوس النووية، صواريخ قصيرة المدى ومتوسطة المدى. ونحن نتحدث ويتحدث الأمريكان على وجه التحديد عن الصين، والصين الحقيقة قادمة بقوة في المجال العسكري، هنالك تصنيع عسكري متطور نسبيا لم تشهده الصين قبل ذلك، وبالتالي هذا يثير الرأي العام ويثير الولايات المتحدة الأمريكية باعتبار أن الطرفين اللذان يلتزمان بالاتفاقية هما روسيا والولايات المتحدة الأمريكية. هذه نقطة ثانية. النقطة الثالثة الحقيقة هنالك تغير في المعادلة الدولية بشكل عام. نحن انتهينا الحقيقة من فترة ما أعقب الحرب الباردة، مرحلة القطب الواحد الولايات المتحدة الأمريكية، إلى مرحلة أخرى مختلفة، وبالتالي هنالك عودة للدولة القومية، وهنالك عودة للخطاب القومي، وهنالك عودة أيضا لأفكار الدولة القوية. وأبرز المنظرين لذلك هو اليمين المتطرف، وأبرز الممثلين لهذا اليمين المتطرف هو دونالد ترامب الرئيس الأمريكي، وأيضا الحقيقة لا يبتعد كثيرا عن ذلك الرئيس الروسي. وبالتالي نحن نشهد الحقيقة حقبة مختلفة على الصعيد الدولي فيما يتعلق بالعلاقات الدولية ونموذج الدولة ما بعد الحرب الباردة. نعم. سيدة إلينا، هل تتفقين مع دكتور رامي بخصوص أن ربما هذا القرار يستهدف الصين وليس روسيا تحديدا؟ هي معاهدة ثنائية ما بين روسيا وأمريكا، والصين ليست طرف فيها. ولكن صحيح، أنا أتفق، حتى في تصريحاته دونالد ترامب ذكر الصين كأنها عضو في هذه المعاهدة. هو بعض الأحيان لا يتدخل في التفاصيل، ولكن يبدو أنه في ذهنه تبقى الصين. هل هذا يعني أن روسيا ممكن أن تكون هادئة الآن أو غير مقلقة غير قلقة؟ لا، لأنه اليوم الصين غدا روسيا. من وجهة نظر المصالح الاستراتيجية والأمن الاستراتيجي هذا هو التهديد، لأنه أمريكان إذا انسحبوا من هذه المعاهدة فيكونوا أحرارا لتطوير أسلحتهم الصاروخية متوسطة المدى وبعيدة المدى. وهذا هو إذا كان هو التهديد للصين قبل كل شيء، بس أيضا هو التهديد لروسيا وهو تهديد لأوروبا. لماذا ألمانيا عبرت عن قلقها؟ أوروبيين قلقين جدا أيضا. نتحدث عن الموقف الأوروبي، لكن نتوقف لنتعرف على أبرز المعاهدات الموقعة بين موسكو وواشنطن حول الأسلحة النووية.
دكتور رامي، لنتحدث قليلا عن الموقف الأوروبي الذي عبر عن القلق من انسحاب واشنطن من المعاهدة النووية. هل يمكن لواشنطن أن تكون قد اتخذت القرار أو أعربت عن نيتها في اتخاذ مثل هذا القرار من دون إعلام حلفائها في حلف الناتو؟ حقيقة هنالك بواعث كثيرة للقلق على المستوى الأوروبي، ولكن دعيني فقط أعلق على نقطة وردت على لسان ضيفتك وأعتقد أنها مهمة. بالرغم من أن الاتفاقات النووية التي جرت والتي جئتم على ذكرها ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي، ولكن الحقيقة أن الاتحاد السوفيتي كان يقود المعسكر الاشتراكي والولايات المتحدة الأمريكية كانت تقود المعسكر الغربي، وبالتالي كان هنالك تطبيق ضمني للدول الداخلة ضمن حلف وارسو وللدول الداخلة ضمن حلف الأطلنطي. بالتالي هذا يعني أن الاتفاقية دولية وليست وإن كانت شكليا هي ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الروسي. الآن كما ذكرنا هنالك تعدد للأقطاب، وبالتالي من هنا يأتي حتى القلق الأمريكي في هذه الزاوية. فيما يتعلق بسؤالك حول الاتحاد الأوروبي، هنالك الحقيقة قلق وبواعث قلق من عدة نقاط. النقطة الأولى أن ذلك ربما يرفع الغطاء الأمني أو الغطاء العسكري عن أوروبا، لأن أوروبا كما تعلمين ريما هي متحالفة مع الولايات المتحدة الأمريكية وهي عضو في ودولها هي عضو في شمال الأطلسي حلف شمال الأطلسي، وبالتالي هنالك تعاون عسكري، ولكن هذا التعاون بدأ يفتر خلال الفترة الماضية. هذه نقطة. النقطة الثانية أن الإدارة الأمريكية الحقيقة باتت لا تعبأ كثيرا بمواقف الدول الأوروبية، شهدنا ذلك في انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من اتفاقية المناخ، شهدنا ذلك أيضا في الاتفاق في الانسحاب من الاتفاق النووي، وبالتالي هذه نقطة على غاية من الأهمية. النقطة الثالثة أن التوجه العام سواء للولايات المتحدة الأمريكية أو حتى لدول أخرى في عملية الحرب الباردة أو عملية سباق التسلح لدى هذه الأطراف، هذا أيضا سوف يثير قلق الدول الأوروبية، وبالتالي ليس هنالك إلى الآن استراتيجية عسكرية أوروبية، والآن بدأنا نشهد أصوات في الاتحاد الأوروبي تدعو إلى استراتيجية أمنية وعسكرية على الصعيد الأوروبي. سيدة إلينا، ذكرت أن روسيا مستعدة للتفاوض وإدخال تعديلات على المعاهدة النووية، ما أبرز ما يمكن أن يتم التفاوض عليه بهذا الخصوص؟ وهي أشياء فنية بحتة، مثلا مدى الصواريخ وأيضا شكل المراقبة، لأنه من حين لحين فرق المراقبين تتبادل بزيارات، و فهذه الأشياء ممكن أن تتعرض لبعض التعديلات، ولكنها أمور فنية برأيي هي ليست سببا، لأنه السبب للانسحاب الأمريكي الممكن من هذه المعاهدة هو كما نحن هون متأكدين في موسكو ليس في روسيا، هو في أمريكا نفسها. أمريكان يريدون أن يطوروا أسلحتهم وترسانتهم الصاروخية، فهذه هي مشكلة. وفي المقابل الأمريكيون يتهمونكم بانتهاك المعاهدة النووية. شكرا جزيلا لك يا سيدة إلينا سوبونينا، مديرة مركز آسيا والشرق الأوسط، كنت معنا من موسكو. كما أشكر دكتور رامي خليفة العلي الباحث في الفلسفة السياسية في جامعة باريس. مخاض عسير لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي قالت إن تمديد الفترة الانتقالية المخطط لها لمدة 21 شهرا بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لن يكون سوى بديل عن خطة الدعم لحماية حدود إيرلندية مفتوحة. ماي قالت إن الاتفاق جاهز بنسبة 95%، لكن مشكلة الحدود الإيرلندية لا تزال موضع خلاف. لا الفريق المعارض لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي البريكزيت راض عن الخطط والشروحات التي قدمتها رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي، ولا الفريق المؤيد للبريكزيت، في وقت يزداد التشكيك والاعتراض داخل حزبها حزب المحافظين الحاكم.
ماي حاولت في كلمتها أمام البرلمان إظهار حجم التقدم الذي حققه فريقها المفاوض مع بروكسل. تفاصيل الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي أصبحت واضحة، وتم وضع ترتيبات للخلافات حول خروجنا من الاتحاد، وكذلك الأمن والنقل وجبل طارق وحقوق رعاية دولنا والتنقل. لقد أنجزنا 95% من بروتوكولات الانسحاب. ويبقى موضوع أيرلندا الشمالية وخشية لندن من صعوبات تدفق البضائع البريطانية إلى أيرلندا الشمالية، وكذلك عودة التوتر على الحدود بين أيرلندا الشمالية وأيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي، وكابوس احتمال عودة الحدود التقليدية بين قطاعي الجزيرة الأيرلندية. هناك نقطة شائكة بقيت، ألا وهي كيف يمكن أن نضمن أنه في حال عدم سير علاقاتنا المستقبلية بالشكل المخطط له بنهاية فترة تطبيق الاتفاق، لن تكون هناك عودة للحدود التقليدية بين أيرلندا الشمالية وأيرلندا. وقد صادق هذا المجلس في وقت سابق من هذا العام على قانون خاص بهذا الصدد، لأن ذلك يعني خلق حدود جمركية على البحر الأيرلندي، وسيشكل ذلك خرقا لسيادة المملكة المتحدة. إذن لم يتغير موقف تيريزا ماي منذ القمة الأوروبية في بروكسل في وقت سابق من شهر أكتوبر الحالي حيال مشكلة الحدود الأيرلندية، فيما تتعاظم الضغوط عليها من داخل حزبها ومن حزب العمال المعارض، إضافة إلى احتجاجات الشارع البريطاني، حيث يعارض طيف واسع من البريطانيين البريكسيت بمجمله والمتوقع في مارس 2019، إذ حذر كثيرون من أن عدم التوصل إلى اتفاق نهائي شامل بين لندن وبروكسل ستكون له نتائج صعبة على بريطانيا واقتصادها. ينضم إلينا في الاستوديو السيد طارق نعيمات الكاتب الصحفي. سيد طارق أهلا بك. تقول ماي إن الاتفاق جاهز بنسبة 95%، كيف تبعت كلمتها اليوم في مجلس العموم البريطاني، وهل نجحت في طمأنة مخاوف المتشددين؟ لا أعتقد أنه جاهز، وإنما هذه يعني التبشير بأنه أنجز 95% ليس دقيقا. هو يعني تم اتفاق على مسائل، ولكن المسائل التي بقيت التي لم يتفق عليها هي الجوهرية، ولذلك هو كلامها نوعا ما مضلل. هي أرادت من ذلك تهدئة مخاوف يعني الشارع البريطاني، واحد. اثنين، اللي هو قطع الطريق على المتشددين وصقور حزب المحافظين الذين يتأهبون للقفز مكان ماي نفسها، يعني يتأهبون ل يعني إقالة ماي، ويتزعم أحد صقور البريكزيت وهم كثر داخل حزب المحافظين. ولذلك أعتقد أن المسائل الجوهرية لم يتم الاتفاق عليها، لا بالعكس، الآن يتم الحديث عن تمديد الفترة الانتقالية. نعم. المفروض هي تنتهي، البريكزيت يأخذ حيزا عمليا بمارس القادم، أذار القادم، ولكن الكلام يتم عن سنة كاملة الآن. والاتحاد الأوروبي أعتقد أنه لا يوجد عنده مشكلة في ذلك، أو بعث إشارات أنه لا يوجد مشكلة في ذلك. إذن عندما يتم تمديد الفترة الانتقالية، ذلك أنه يعني أنه لا يوجد. لماذا هذا الخلاف حول خطة المساندة والخوف من أن تكون هذه الخطة دائمة وليست مؤقتة؟ هو المشكلة في عدة عوامل. أولا، موضوع الخطة المساندة يتحدث عن لا يوجد سقف زمني للعملية الانتقالية. البريكزيت والذين دعموه يريدون الخروج بأسرع وقت من الاتحاد الأوروبي، ولا يريدون الخضوع لشروط الاتحاد الأوروبي. هم يعتقدون أن المماطلة ستضر بريطانيا وستضعف موقفها التفاوضي، وستقوي موقف الأوروبيين الأقوى الذين سيفرضون مع الزمن شروطهم الخاصة بهم، خصوصا أن الحكومة غير مستقلة، وراء الرأي العام أصلا البريطاني هو منقسم وحائر، وهناك نوع من الكونفيوجن والتشويش داخل الرأي العام البريطاني. هل نتراجع؟ لا نتراجع؟ هل نستمر في البريكزيت؟ ولكن ماي أعربت وقالت تفصيليا بأن تم الاتفاق على مواضيع عدة، منها جبل طارق، القواعد العسكرية في قبرص، بالنسبة أيضا لوجود القانوني للبريطانيين في أوروبا، والعكس صحيح. هل بالفعل تم الاتفاق على كل هذه الأمور، ولم يبقى موضوع إلا الحدود الجمركية مع أيرلندا الشمالية؟ هنا المراوغة السياسيين تأتي. هو بالفعل تم الاتفاق على مسائل أساسية، منها قضية الوضع المواطنين الأوروبيين. بالفعل تم تجاوز هذه المسألة، هناك ترتيب معين لهم، ولكن المشكلة الحدود الجمركية. يعني حجم تجارة بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي هي 50% من حجم التجارة العالمية لبريطانيا، ولذلك
أي خروج من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق للحدود الجمركية سيعني ذلك خضوع القواعد الجمركية لقواعد منظمة التجارة العالمية، وبالتالي زيادة على الأقل ضرائب على السلع 30%. يعني هذا يعني سيناريو جدا يخيف البريطانيين ويخيف قطاع الأعمال، وذلك هذه عدم الحسم في موضوع البريكزيت وموضوع أن بريطانيا تضعف أكثر في مواجهة الاتحاد الأوروبي يقلق الجميع. شكرا جزيلا لك سيد طارق نعيمات الكاتب الصحفي. مشاهدينا وصلنا إلى ختام الساعة الأخيرة، شكرا على طيب المتابعة وإلى اللقاء.